الحقيقه المؤتمر بتاع الاي جي فاسكو والبابس اللي اتعمل السنه اللي فاتت 2022 في الاقصر كان على مستوى عالي جدا، واعتقد كل اللي حضروا يعني اشاد بالمحتوى العلمي والمحاضرين من مختلف انحاء العالم. وان شاء الله انا متاكد ان السنه دي برضو مجهود الدكتور مسعد سليمان والدكتور محمد الشربيني والتيم المعاون لهم، ان شاء الله برضو المؤتمر بتاع اسكندريه 2023 السنه دي هيكون على نفس المستوى واحسن ان شاء الله، وباذن الله نلتقي في المؤتمر قريبا باذن الله.